بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير للجميع. يوم السبت 13 كانون ثاني سنة 2024، معكم فواز حسين من قرية حرفيش في الجليل الأعلى. أنا موجود صحيح على أنقاض مقبرة، خير ما أستهل به قراءة الفاتحة على أرواح الموتى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، أهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم وغير ضالين، آمين. قلنا الحكي عن مقبرة اللي موجودة بالضبط شمالي قرية الزيب المهجرة، وبالتأكيد هاي المقبرة كانت لأهالي القرية. قرية الزيب موجودة على شط البحر بالقرب من رأس الناقورة. هاي قلنا هون مقبرة القرية. والصورة بتغني عن الكلمة. الصورة بالضبط المقبرة موجودة في الجهة الشمالية من القرية قبالة الحدود مع لبنان وعلى شط البحر بالضبط. قسم من المقبرة على تلة عالية لعلي الله تعالى، وتلة على كل الجهات البحر واليابسي. شكرا لكم، وإن شاء الله نلتقي يوم ثاني محل ثاني.